بل ان احنا طلعنا بدري اصلا ما نعرفش الواجبات كلها. طيب هو انا الاسم ما حدش عمله معايا غير احمد سامح وشروق، هم اللي بعتوه. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ لسه بجيب سيرتك اهو. ازيك يا مستر؟ معلش يا مستر، كان في مشكلة في النت بس فما عرفتش. حبيب قلبي ولا يهمك، انا لسه بادئ اصلا يعني. وكمان شهد بعتت اهو، تمام بعتت الحاجه بتاعتها. ثانك يو يا شهد. يبقى احمد سامح وشروق وشهد هم اللي بعتوا. يوسف هستنى منك الاسي بتاعك عن visiting a famous place in Egypt. الكلام ده يخلص امتى يا باشمهندس؟ يخلص النهارده او بكره بالكتير. النهارده يا ريت بالليل كده بالليل الاقي هيكون مسج خلص. جميله مبعوت فيها الاسي بتاعك. وعمرو نفس الكلام، واسلام نفس الكلام. طب اتفقنا؟ حضرتك هتسجل انت لان هم اغلبهم مش داخل، حضرتك هتسجل انت ولا اسجل انا؟ هو عامة أنا عندي بيعمل أوتوماتيك ريكوردنج وأنا شغال، فكده كده الحصة هتبقى موجودة عندي يعني. طب خلاص تمام، عشان هم كانوا محتاجينها. لا تمام، مفيش مشكلة. هو مصطفى كمان مش داخل ولا إيه؟ ما اعرفش مصطفى نظامه ايه بس غالبا مش هيلحق يخش، ان هو عنده درس اصلا بينزل 6 الا ربع. طيب أنا كنت كمان طالب كلمات يونت 2 هختبركم فيها كده، معاك الورقة والقلم بتوعك واجهز وهمليك حالا. يلا شباب، بالعربي كده مقدار أو كمية. أول كلمة مقدار أو كمية، وفي يحتفل بي، يعد أو يجهز، يعد أو يجهز، تقليدي، مشوي، فضولي، واحد عنده فضول، فضولي، المحار، محار، في كلمتين أي واحدة منهم تسكية يعني. طعام جاهز، محبوب أو مشهور، أقارب، اعتقاد أو إيمان، أجنبي، يشارك، يقدم، يحقق، يقدم، يحقق منتجات، منتجات مريح، يربك، لو وصلنا لكلمة إيه؟ يربك. تمام، يربك آخر حاجة، مناسب، مناسب، إحنا قلنا منتجات، كمية، عيد قلناها الشكر، يبقى على قيد الحياة،
مقتبس أو يقتبس، مش هتفرق يعني. يقرر حار بالتوابل، مذاق سمكة الرنجة، لما نوصل 30 قولوا لي يا شباب. يوسف وشاهد معايا بيكتبوا من الأول، لما نوصل 30 حد يقول لي. لحم بقري، أجنبي، قلناها عام، قاعدة كده 30 يا مستر. كده 30. تمام اوكي، يلا يا شباب الموضوع كله معتمد على الأمانة. سنة تانية الموضوع كله معتمد على الأمانة. صور وابعت لي على طول. مفيش أخبار عن يوسف فؤاد ولا إيه؟ لسه بيصيف؟ تقريبا لسه ما رجعش.
لسه ما حدش خلص، شهد لسه ما خلصتش الكلمات. هصور وهبعتهم. اه بعتها لي على طول عشان بس هملي من ورقتك باقي زمايلك اللي ما خدوش الكلمات. ثانك يو يا شهد، دي أول ورقة. مصطفى هل أنت مصطفى معايا في الكلمات دي ولا ما راجعتش يون التو؟ انا لا كنت مستني بس حاجه بنيه كمان بالعربي. طيب تاني كده بقى معايا كده، الناس اللي لسه هتاخد الكلمات اكتب عربي معايا كمية، خليك سريع شوية. كمية، يحتفل، يحضر أو يجهز، تقليدي، مشوي، شخص فضولي، المحار، طعام الجاهز، مشهور أو محبوب، وأقارب، اعتقاد أو إيمان، أجنبي، يشارك، يقدم، يحقق منتجات، مريح، ويربك، مناسب، عيد الشكر، يبقى على قيد الحياة، يقتبس، يقرر، حار، مذاق، الرنجة، واللحم البقري، عام، عام وقاعدة، عام وقاعدة، مستر يوربيك يعني كونفيوز يا باشا، تمام. كونفيوز اكسلنت يا شاهد.
يوسف كلمة فضولي يعني إيه يا يوسف؟ انا كاتبها على اللي انا فاكره، لان انا مش براجع من ملزمه. هي كيوريوس عشان دي اللي هتجيلك في الاختيارات، كيوريوس بعتها لك انا خلاص يعني. تمام ثانك يو.